واحنا صغار كان يعطونا حركة واحد اثنين. طبعا لها كان عدة اشكال، بدنا نعلمكم الحركة هاي الدفاع هذا كيف نستخدمه في قتال الشوارع. لايك والاشتراك في قناة ويلا بينا نبتدي. وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم. السلام عليكم. المواشي اوكي، واحد اثنين كامل، واحد هون، تمام. هاي الحركة الان هاي بسموها الدفاع الدائري، اوكي، ويل بلوك. كنا ناخذها احنا واحنا صغار، احنا نقلد بس ايش يعطينا المدرب نكرر. بعدين عرفنا يعني ايش فائدتها، نستخدمها كيف في قتال الشوارع، تمام. فالحركة شكلها غريب شوي، واحد اثنين هوب ثلاث، اللي هي المواشي، اوكي. الان مثلا كابتن قبالي، تمام، اجا مثلا على سبيل المثال، شوف كيف بدي استخدمها. مسكني مثلا واحد بهذا الشكل، شوف اسهل حركه، بس ضرب هون، شوف واحد هون، واحد اثنين هوب ثلاث، ضغطت شوف هون حتكسر. ايش اللي انا سويته؟ الضربه الاولى بس من هون، هاي واحد هوب ضرب. طبعا الضربه هاي لو اضربها بقوه على راس البطن، انا ضربت او على البطن نفسه بهذا الشكل، الضربه هاي يكتم نفسه حترتخي يديه، هي بتلسع اساسا. هي لسعه هي. شوف الان انا ايش سويت؟ واحد واحد هوب اثنين مسكت، شوف دوران، شو اللي صار هون؟ هوب عكس عكس زي ما بقول، ايوه عكسنا الايد، يعني كسرت ايده بايده هو. واحد هوب اثنين، طبعا انا بجيبها نتعه هون، تمام. اذا بس ضرب مسكت هون، شوف ايدي وين، خليك هيك كابتن، انت مسكت من هون، اوكي. شوف الثانيه عكست هوب اثنين، اوكي. هاي اول استخدام. طيب ثاني استخدام، هي طبعا هي دفاع، اوكي. بعدين بتلوف بتسوي الحركه كامله. الحركه الثانيه مثلا ممكن نستخدمها مثلا على سبيل المثال، اجاني مثلا بهذا الشكل، مثلا اجى بده يمسك على سبيل المثال، شوف، او بده يضرب، خلينا على لكمه بده يضرب مثلا لكمه، اوكي. شوف مثلا من هون واحد هون، مره ثانيه هاي واحد واحد، هاي اثنين ثلاث، مسكته هون، ماشي. ايش انا سويت؟ شوف من هون ضرب تحت مع دفاع، نزلت ايدي هون اوب، اجيت وراه مسكته انا من هون بهذا الشكل، صرت ماسك. انا ايش سويت؟ واحد اثنين، تمام، واحد اثنين، ها اضرب، لا مره ثانيه دفع، هاي شوف واحد هوب هون، انا دخلت عليه دفعت مع ضربه تحت، اثنين هون مسكت، ثلاث. لو بدي اسويها مثلا بشكل سريع كابتن، واحد واحد اثنين هوب ثلاث. طبعا الضربه الاولى هي حتخليني انتفض، انا ما ضربتها تحت لان هي مؤلمه جدا، واحد هوب تحت، اوكي. شكل اخر، شوف انا حدخل واحد مسك، هاي لو بدي اسقطه حسقطه بشكل سريع بسهولة. من هون واحد، خليك شوف واحد اثنين هوب ثلاث، رميته هون فوق. طبعا انا ممكن اسويها بعده اشكال، اشرح لكم شكلين منها. شوف واحد دخول، واحد هوب اثنين دائره هوب هوب، شوف انا ضاغط هون، ها شوف اثنين هوب بنزله تحت. طيب نفسها ممكن انا اجيبها من هون، شوف من هون واحد، هاي واحد هوب اثنين، تمام. شوف هو واقف، دخلت بايدي، هاي صارت حمراء ولا يهمك ولا يهمك، واحد ها خليك طبيعي، واحد دخول، هاي واحد اثنين، اوكي. ادفع ادفع هوب ادفع، حينزل تحت لو بدك تكسر له ايده هون، ترك شوف من هون ممكن هون واحد هوب. في كثير اشكال ممكن من هون، بس بركبتي اضغط على جنب صدره واسحب ايده للخلف، حطه عايزين الدراع، احنا مش عايزين عايزين الايد. فهي ثلاث استخدامات سهله وبسيطه من الويل بلوك، اللي هي الدفاع الدائري او الدفاع بشكل عجله. طبعا اشكركم على المتابعه، شكرا لكم على المتابعه، اللايك والاشتراك في القناه وانشر فيديو للاصدقاء، وصلوا على الحبيب. السلام عليكم.